نتابع. استضاف مسرح الأمبرويز بالعباسية العرض الخاص لفيلم إيخ أو كيف باللغة العبرية، والذي يتناول مراثي إرميا النبي ويحاول ربطها بالواقع الحالي. الفيلم بيشوف حاجة بتتحرك قدامه بألوان ومشاهد وانفعالات وغيره، فيبقى أكثر تأثيراً. الفيلم هيطبق الكلام ده على العصر الحاضر، ودي أجمل ما في الموضوع. يعني بص لما تشوفوه بيتكلم على الماضي ويروح مطبق على الحاضر الشبابي اليوم. هو الفيلم طبعا قصة أرمية في حد ذاتها، هي نبي يمكن أقول مهضوم حقه في الميديا، لكن أن الأوان أنه هو يخرج وينور الدنيا. قد يكون احنا نتمنى بقى ان الفيلم يبقى له صدى مردود عند الناس، نفهم ان كلام الله لا ينتهي ولا يضيع بشكل ملوش قيمة، بالعكس كلام الله اليوم وأمس وإلى الأبد. الحقيقة الفيلم بدأ من 3 سنين تقريبا، 3 سنين بقى بمراحل تعب ومراحل جهد كبيرة جدا من فريق العمل كله مش مني أنا بس. الحقيقة الفيلم اسمه إيخ، إيخ دي كلمة عبرية بمعنى كيف، وهي أول كلمة بدأ بيها إرميا النبي سفر المراثي لما قال كيف جلست المدينة كثيرة الشعب وحدها تبكي، وكان بيرثي شعبه وبيرثي بلده على الخطية اللي هم فيها، وكان حزين جدا عليهم. بنحاول من خلال الفيلم النهاردة نقول إنه الشعب هو هو الشعب، لم يتغير الإنسان هو هو الإنسان. بنربط الماضي وشعب بني إسرائيل زمان والحقبة الزمنية دي ب2019. هنلاقي دراما حديثة أثناء الفيلم، مش هنلاقي بس الحقبة بتاعت إرميا النبي. وعايزين نقول كمان أنه رسالة ربنا ورسالة إرميا النبي ستال موجودة، ستال حية، والباب ستال مفتوح. الفكرة كلها أن احنا لازم نحاول كويس قوي. الراجل ده تعب زمان قوي عشان يوصل رسالة ربنا لشعبه، ولكنها لم تصل، فيا ليتها تصل في الحاضر أو المستقبل. فكرة في الأول أن احنا كنا عايزين نبروز قصة مراثي إرميا وعلاقتها بالسيد المسيح، فبدينا نشتغل على المحاور بتاعتها. طبعا كان في صعوبات في الاول، لان احنا بنعمل نوعين من الافلام، بنعمل نوع اسمه بايوجرافي او سير ذاتيه بيبقى فيها خيال المؤلف قليل شويه، وبنعمل كرييتد ستوري فروم اي تو زد انا بشتغل عليها. الربط او الكروت الدراميه ممكن في اي وقت تقع لو ما حصلش معالجه دراميه كل فتره. دوت طبعا في الاول خالص بدا بفكره، ابتدينا نطور واحده في واحده، بعد كده وصلت للشكل اللي انتوا شفتوه. يعني حضر العرض الخاص 3 من الآباء الأساقفة وعدد من الآباء الكهنة والعشرات من العاملين في مجال صناعة الدراما والسينما. السينما بتغرس في الدماغ حاجة أكتر من الكتب وأكتر من الوعظة، فالعمل الفني الناجح بيسيب انطباع طول العمر، والمعلومة اللي الواحد بيسمعها في فيلم ممكن تبقى أقوى من المعلومة اللي بيقراها لوحده في كتاب. الحقيقة عرض جيد جدا وممتاز، والناس هتنبسط بيه قوي قوي قوي، لأن قصة إرميا النبي مشوقة جدا، ومراسيه وكل الأحداث الجميلة اللي فيه. وأشهد وأنا أقول بصراحة كده قدام الله، أنا هشاهد فيلم للمرة الثالثة، فيلم عظيم قوي قوي قوي، وبهني كل العاملين في الفيلم بداية من الإنتاج والإخراج والتمثيل وكل العاملين. السينما طبعا أكثر شهرة من المسرح، والإنتاج السينمائي في مجال السينما في المجال الديني أوسع كتير من المسرح، وبالتالي بتبقى فرصة أن أنا أجي أشوف جديد. طبعا أنا يعني بشجع جدا هذا الإنتاج، أنا يعني بحب أشوف الأفلام الدينية سواء كانت مسيحية يهودية إسلامية، ولو إن احنا في مصر للأسف بقالنا سنين ما أنتجناش فيلم حقيقة فيلم إسلامي ديني، فأنا مبسوطة إن الكنيسة بتواصل هذا الدور، لأنه في أجيال كتيرة جدا يمكن هيبقى مصدرها الأول ويمكن الأخير كمان المعرفة عن طريق السينما. مش دور العبادة فقط كفاية ولا الأهل كفاية، لكن التوثيق عن طريق الصورة ده شيء جميل. الفيلم الذي يقوم ببطولته الفنان عاصم سامي هو من إنتاج كنيسة القديسة العفيفة دميانة بالجيزة، ويربط في سياق درامي بين الماضي والحاضر.
ثلاث سنين من الجهد والتحضير والقلق قبل ظهور فيلم إيخ للنور، الفيلم اللي بيحكي عن قصة حياة إرميا النبي في حقبة تاريخية قديمة من تاريخ إسرائيل. الفيلم بيتكلم عن معاناة إرميا مع شعب الله. ارجع يا شعب، الشعب ما بيرجعش. ارجع يا شعب، الشعب ما بيرجعش. قصة كل يوم. الفيلم اتفرج عليه النهاردة بجانب أبطاله عدد كبير من نجوم الفن والإعلام اللي دعتهم أسرة الفيلم علشان توريهم وتخليهم يشوفوا التطور اللي بيحصل في فكرة ومضمون ومحتوى الأفلام المسيحية. من مسرح الأنبر ويز بالعباسية، فريد إدوار، سي تي في.